الأحباب مشاهدينا الكرام، انتوما في حلوة الأحباب. مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في كوزينة حلوة الأحباب، وكالعادة احنا تاني مرحبا بنا عندكم. اليوم جيتكم تاني افيد ان بورسات معسلة تاع سهرة تاع رمضان. اليوم جيتكم بحنشة تاع العجين، نروح نحضروا المحنشة ديالنا. كيما على بالكم مشاهدينا الكرام باش نحضروا المحنشة تاع العجين، انا كنت كيلت 4 كيلات فارينة، وهادو 4 كيلات فارينة ندير لهم كيلة إدام. قبل ما ندير لهم الإدام نروح ندير لهم قرصة ملح، أنا اليوم استعملت السمن، نبدأ نضيف المظهر غير بالعقل حتى تنطم لي لاباط. انتوما مشاهدينا الكرام ارموا المظهر غير بالعقل. كالعادة سيو توجور طموها ما تعجنوهاش. هاي لاباط تاعنا بدات تنطم، انا شخصيا نحب المحنشه تاع العجين تجي بنينه وتجي خفيفه. نعاودو نولو حلوتنا تاع زمان اللي فيها البنه وحلوه ايكونوميك. نطم لاباط كما كون خطره، نقول لكم طموها ما تعجنوهاش، تخرج لكم ين بات مليحه. نغلفها بابي فيلم تخليها تريح، نخلي لو ميم ريسيبيون. انا كنت هنا درت 3 كيلات لوز وكيلة سكر، نطمهم شويه مظهر. انتم ولا حبيتوا ديروا شويه قرفه تقدروا ديروا شويه قرفه، هذه اختياري. هاي الفاصة تاعنا انطمت، نخليها تكوتي. انا نخلي لافارس تاعي هنايا ونخلي لاباط تاعنا ترتاح مع 10 دقائق حتى 4 ساعة. انتوما مشاهدينا الكرام ما تروحوش بعيد، حنا فاصل قصير ونعاودو نولو. مرحبا بكم معنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نروحو نوجدو المحنشة ديالنا. قبل ما نوجدوها أنا كنت طميت اللوز خليته يرتاح ولاباط خليتها ترتاح، والزيت تاعنا درتها تسخن. نحكم شويه من لاباط، ندير لها شويه مايزينا. نبدا نحل لاباط ديالي، نخدم هكا زوج خطرات ولا 3 خطرات في الماشينه. ندير لها شويه مايزينا باش ما تلصقليش.
نزيد نحلها نيميرو 3. دوك انا ما نقدرش نقول لكم شحال اللي نحلها كل واحد وماشي نتو. انا ما نسحقها رقيقه بزاف وما نسحقها خشينه بزاف، نديرها متوسطه. نزيد لها النيميرو الثالث. انا هذه تخرج لي زوج حبات، نروح نجيب جراره. نديرها حوالي 20 سنتيمتر، انا توجور نميزوري بيدي. لاباط اللي تقعد لكم زياده توجور خبوها طافي فيلم باش ما تنشفش. نحكم حبة اللونانية، نجيب شوية لوز قدامي. عملية بزاف سهلة. وعلى بالي النتيجة على فين تخرج بزاف مليحة وتعجبكم. أنا اليوم استعملت اللوز، أنتم تقدروا تستعملوا الكاوكاو. برك الكاوكاو قبل ما ديروه توجور فوروه، خلوه ينشف باش نحلو هذاك شويه تاع الزيت. نبدا نطلع من التحت، نرمي لها شويه مايزينا كيما راكو تشوفوا باش لاباط تاعي تتفايتا. نبدا نلوي. انا كنت موجد هنا شويه فارينه شويه ما، ولا انتم حبيتوا تستعملوا بلون دوب تقدروا تستعملوا. انا نفضل نستعمل فارينه بالماء باش تلصق لي مليح وما تنحليش في المقله. نبدا نلوي. لصقها هنا في الكوتي تاني باش ما تنحليش. هاي الحبه الاولانيه، نزيدو حبه الدوزيام. واللوز تاعكم ما ديروش بزاف ناشف. وهاد المحنشه تليق بزاف معانا في السهره تاع رمضان مع كاساتي. انا نهضر لكم هكذا مشاهدينا كاع باش نشهيكم باش هكذا السر تعاودوها مورايا. انا من دوكا نقول لكم بصحتكم. ندير لها شويه مايزينا، ما كتلهاش بزاف. لويها.
هاي المحنشة تاعنا هاي وجدنا حنشة جديدة قبل ما نبدا نقليها قبل ما نرمي الحبة ديالنا نروح نسيه شوية عجينة نشوف الزيت ولا سخنت الزيت تاعنا يسخونة نستعمل مغير فاخر دير الحنشة تاعنا تنقلى نرمي لها الزيت غير من الفوق بكذا لاباط تاعنا تتنبل وتولي خفيفة دوك نتوما مشاهدينا الكرام خلينا المحنشة تاعي تنقلى ونعسلها ونديكوريها نتوما ما تروحوش بعيد ونتلاقاو بعد الفاصل في صحن التقديم مرحبا بكم معنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام هاي المحنشة تاعنا راهي واجدة بعد ما قليناها وعسلناها وديكوريناها إن شاء الله هذه المحنشة تكون نالت إعجابكم أبقى لي غير نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم ونتلاقاو في الخطرة الجاية إن شاء الله السلام عليكم